السلام عليكم، ازيكم جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. النهاردة عاملين لكم جولة جامدة في محل مفروشات، يعني اللي عايز يجهز عروسة او عايز يعرف اسعار المفروشات واخبار المفروشات، فعاملين لكم جولة جامدة. بصوا بنت جنة اهي، جنة كنا بنشتري شوية مفروشات، المحل فيه كل حاجة. بصوا هوريكم بقى المفروشات دلوقتي. بصوا يا جماعة، ده شكل المحل اهو. هو شكله ممكن يكون مش كبير قوي، بس هو مليان حاجات كتير، مليان مفروشات يعني كويسة. في فوط وفي ملايات سرير وفي كل حاجة، دفايات اللي هي الحافظة اللي بتفرش على السجاد، حفظات. هوريكم كل حاجة دلوقتي، انا بديكم بس نظرة عامة كده عن المحل. زي ما قلتلكوا شكله مش كبير بس جامد يعني. بصوا ده مفروشات اهو، هنبدأ بيها. دي ملايات السرير، اتقمة للسرير. بصوا دي كلها اتقمة سرير، وعنده برضو الاسعار كلها، يعني فيها اسعار حلوة واسعار وسط، بس مفيش حاجة رخيصة، كل حاجة غالية اهو. بصي طقم السرير اهو، شوفوا اشكال بقى مختلفة. دي يعني كل واحد بقى يختار بذوق. دي اشكال مختلفه لتقمه السرير اهو يا جماعه. بصوا دي انا اللي قلبتها على فكره، كنت اتفرج عليه ونسيت اعدلها تاني. في الالوان وفي الاشكال كلها، يعني فعلا الشكل الموجود بره هو اللي فتحناه لقيناه زيه بالظبط، ونفس الخامة برضو، خامات عالية. دي بقى المنقشة التانية السادة اللي انا وريتها لكم، هنا بقى اللي تقم المنقشة، ودي سادة برضو فوق اهي. ده منقش بقى اهو، يعني من جوه طقم السرير نفس الشكل اللي هو البادج اللي بره ده. بصوا هو عاملهم اقسام كده، القسم الاولاني ده كان ساده، ده كله منقش بقى، بس روعه وخامتها عاليه، جودتها عاليه. ده طقم برضو يتقم برضو، يعني ايه مش ساده، بس ده الكفر اللي تحت تقريبا هو اللي فيه النقشه دي. ده شكله كده، ده البادج اللي بيبقى تحت خالص، كنار كده في الملاية من تحت. هو 8 قطع، ده 8 قطع. شوف ده 6 قطع، وده برضو شكله حلو، يعني ده الكنار اصلا اللي تحت اللي هو الاصفر ده، نفس البادج اللي موجود هنا. بقى حاجة الاطفال، شوفوا ده بيبقى ملايتين مع بعض، واتنين كيس خدادية واتنين مخدتين. دي اشكال برضو الحاجات بتاعت الاطفال، ومعاه ملايه، هي ملايات، سوري هو ملايات اهو، نفس الشكل ده هو اللي موجود في ال، وده برضو اشكال كتير. ده بقى معاه ملايتين زي ما قلت لكم. هندخل بقى دلوقتي على البرانس، ده برنس، وده كمان اهو بيبقى كل اتنين مع بعض، برنس رجالي وبرنس حريم. ده برضو هو 2 برنس مع بعض، وده كمان، وده 2 برنس مع بعض. الحريم اللي هو منقش ده، والرجال بيبقى سيدة شوية. وده كمان شكله هو للبرنس اللي هو الأحمر ده حريمي، والتاني البيج دوت الأوف وايت ده رجالي. دول 2 برضو برنس اهو، اللون بامبا ده البينك دوت حريم، والتاني رجيل. هدخل على الفوط بقى، عنده تشكيلة فوط جميلة، فوط اطفال وفوط كبار، دي للاطفال، دي فوط اهي عنده تشكيلة جامدة، في السادة وفي المنقش وفي اللي عليه اشكال 3D يعني بارزة قوي، في كل حاجة اهي. بصوا دي عليها نقشات، دي كلها فوط. بصوا هي خامته احلى حاجه عنده في المحل ده، ان الخامه بتاعته عاليه،
يعني كل حاجة عنده يعني مستواها عالي، يعني مستواه رفيع اهو. دي كلها عايزة اوريكم كل حاجة، دي تشكيلة فوط برضو تانية اهو. بصوا دي بقى فوط اطفال عليها رسومات بارزة او كده زي دباديب وحاجات كده. دي فوط عادية ودي برضو فوط عادية. دي كل دي تشكيلة ودي فوط برضو. كل دي تشكيلة فوط. بصوا دي فوط كده نازل منها حاجات كده. بصوا يا جماعة تشكيلة الفوط عنده جميلة. دي كلها فوط، احنا افورنا اوي في الفوط. هوريكم دلوقتي حاجات تانية، ما تملوش من الفيديو، هوريكم برضو حاجات تانية دلوقتي. هوريكم الدفايات وهوريكم اللي هي الحافزة بتاعت السجادة. بصي كل دي فوط، انا صورتها كلها يعني ودي برضو فوط اهي، فوط سادة. دي يا جماعة بقى كان جنب الفوق كده قسم الملايات، دي ملايات شعبية شوية وسعرها أقل من التانية. كانت خامتها عالية برضو حلوة، بس اللي هي بتبقى في قلب كيس دي، دي من العادية، ملايات من العادية سعرها بيبقى قليل شوية عن التانية. لو عايزين اعمل لكم جولة كاملة اقول فيها الأسعار اكتبولي تحت في الكومنت دي كل دي ملايات، ملايات اطفال وملايات كبار. هنا بقى في ايه اللي هي البطاطين، بطاطين الاطفال. كل بطانيتين شكل بعض مع بعض في قلب الكيس، كل اتنين شكل بعض. كان عنده تشكيلة برضو حلو، في اشكال كتيرة قوي منها. في واحدة مفرودة كده، هتيجي كل اتنين شكل بعض زي ما انا قلت، كل اتنين مع بعض، اللي هي خاصة بحجرة الاطفال. دي واحدة كانت مفرودة كده، كان بيوريها لنا مرسوم على ميكي ماوس. هنخش دلوقتي بقى دي الحافزة بتاعت السجاد، كان عنده تشكيلة كبيرة ومقاسات برضو، يعني كل سعر كل مقاس له سعر. بصوا عامل ازاي، في سيدة وفي منقوش وفي بقى الألوان كلها. دي كل دي حافظات، حافظة السجادة. بصوا بس الحافظة الموف دي كانت عجباني اوي. ودي بيج، بيج في بني وفي الأحمر وفي النبيتي، في أشكال كتير اهو. بصوا دي بقى برضو تبع الحافظات، دي اشكال تانية من الحافظات اهي. زي ما قلت لكم الحافظه دي بتحافظ على السجاد، وكمان بتتغسل في اي الغساله الاوتوماتيك او نص اوتوماتيك، مش متعبه في الغسيل وبتنضف على فكره بسرعه. انا جايبه منها بتنضف بسرعه. دي بقى دفايات السرير يا جماعه اللي بتتفرش على السرير، دي دفايات برضو تشكيله منها جامده، يعني كل الازواج. دي دفايات سرير بتتفرش على السرير الكبير، وفي منها مقاسات برضو على السرير الصغيره بتاعت الاطفال. دي السيده اهي، شفت الموف ده كان بيوريها لنا، دي سيده. وفي دفايات تحت اللي هي الكارو دي العاديه الشعبي، دي الساده كلها كل الوانها. ودي منقوشه، واللي جنبها دي منقوشه اكتر. دي اهي شوفوا، دي دفاية شكلها حلو.
ودي دفاية برضو، ودي برضو دفاية. الدفايات بصراحة يا جماعة كانت عجباني قوي، انا بحب السادة. بصوا دي برضو كلها دفايات. بصوا هي الالوان مش باينه قوي، بس هي بصراحه في الحقيقه يعني الكاميرا بتبقى ظالمه الحقيقه. دي اللي بيحب بقى الدفايات المنقوشه، وفي دفايات عليها رسومات الاطفال، على ميكي ماوس وعليها الحاجات بتاعه الاطفال. دي دفايات فيها نقشه كده بتلمع، دي سيده برضو. كل دي دفايه. برضو دي دفايه. صورت لكم كل حاجه بالتفصيل الممل عشان اللي حابب يشتري يبقى عارف اشكال الدفايات الموجوده في السوق دلوقتي. هي دي كلها طالعه موضه. في اسعار بقى منها، يعني في دفايات اسعارها قليله رخيصه، وفي دفايات اسعارها غاليه، فكل واحد بقى حسب قدرته الشخصيه. دي دفايه تانية اهي، بس هي اسعارها حلوه، هي كلها بصراحه اسعارها حلوه. في اخر الفيديو يا جماعه لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده، وانا هقدم لكم ان شاء الله فيديوهات جامده وهعمل لكم جولات جامده، فخليكم